لمتافز في شوط المباراة الأول. وبالتالي هنا إسماعيل، هنا إسماعيل يحاول الآن في كرة، يحاول الآن في كرة، الله عليك الله عليك، مستحيل مستحيل يا رب، لا ما انتهيت لا ما انتهيت، توني معك يا أجمل العمر ابتديت، يا أجمل العمر ابتديت، هذا السمعة في 37 سنة بهدف تاريخي، بهدف تاريخي عالمي لا يسجله إلا الكبار، الفيلسوف سمعة، شوف المرور، شوف التمويه، شوف النهاية، شوف الركنة، الله يا أسطورة يا أسطورة. قليل إسماعيل، كثير جدا كثير جدا، الرقم 10 يحرك كل شيء في دورينا، الله أكبر يا سمعة، أكبر اللاعبين في دورينا قيمة وقامة، يصرخ الآن ليستمع له الجميع إنه ما زال في هذا العمر. ركنية لمصلحة الوحدة، عالية للأمام، تاريخي السمعة يسجل هدف ثاني من ركنية، إسماعيل مطر يسجل هدف ثاني لمصلحة العنابي، يا لها من لقطة ويا له من هدف من ركنية يسجل إسماعيل، واحد من أجمل أهداف هذا الموسم، كرة يخدع فيها الجميع ويضعها في المرمى، سمعة يسجل ثاني أهداف في هذا الموسم، سجل هدف من ركنية يحتفل مع مدرج العنابي، والقطار يتحرك نحو لقب بطولة الدوري في هذا الموسم، هو ما يبحث عنه العنابي هذا الموسم للوصول إلى درع الدوري الخامس. شوف هذه الكرة، الكرة من ركنية، تاريخي السمعة يسجل القائد الذهبي والتاريخي للعنابي، بالتأكيد هدف تاريخي يذكرنا بآخر لقب واحتفالية آخر لقب في 2010، يذكرنا ببشير سعيد ويذكرنا بفهد مسعود وحيدر ألو علي.